حضرتك العمدة؟ لا قريب يقول قريبه. طب هو فين؟ هو بمشوار وجاي. مشوار وجاي. ليه الناس بتقول ان المكان هنا مشهور، ان لو حد اتخطف ممكن يجي هنا؟ مش بس الخطف، في تجارة البنجو، تجارة الكلام الفاضي، وخطف الاطفال والبتاع، وطبعا ده بكلم ده وشبكة الخطف. يا فندم في ناس داخلة على البلد جديدة، بتيجي تقعد هنا في البلد إقامة، ومفيش يعني لا 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 فيه سيطرة لا من الناس ولا من الأمن. يعني المفروض واحد غريب جه، المفروض الأمن يكون عنده خلفية، الدولة تكون ملمة بالناس اللي الغريبة اللي بتيجي تقعد في البلد. يعني أنت لما تيجي تقبض على واحد النهاردة خاطف طفل، مش هتعرف ليه أساس، ليه؟ هو أصلا اللي فوقه مش عارف، اللي مشغله مش عارف. حادثة من حوالي 3 شهور على الطريق الدولي بتاع المنصورة، راجل بيبيع العربيات اللي هي الايس كريم ديت اللي بتمشي دي، خاطف 3 عيال حاططهم في البتاع بتاعت الايس كريم. الايس كريم بالصدفة هو رايح على الكمين اللي تحت كوبري عمار، ففين ايه امناء الشرطة، فحبوا يغلسوا عليه، هات لنا ايس كريم بتاع، قال لهم ما معيش، قال له هناخد، فبيفتحوا لقوا العيال. الكلام ده امتى؟ من بالظبط 2.5 شهر. لما يبقى في طالب في تانية سنة ويتخطف من الزرقاء في تانية سنة وقاطع حد كبير، يعني مش صغير. اذا ديت شبكة صعبة، مش بس هنا، ممكن في الصعيد، ممكن في غرب الدلتا، ممكن في بورسعيد. يعني الناس الدخيلة الغريبة دي، هل الناس اللي بره السيطرة دي هي اللي ممكن تكون بتعمل ده؟ ما هو نفسه اللي قاعد هنا وداير شبكة الخطف ما يعرفش الكبير اللي فوق، لان ده مافيا يعني صعبه. هل الراجل ده ينفع تقولوا عليه مش من كفر الغاب؟ انا مستنيه ردكم على كلامه. الكلام طالع من جوه بيت العمده. الراجل ده قال لي في مافيا صعبه والبلد مليانه بالاغراب، قصده الغجر. رغم كده اهالي كفر الغاب بيشتكوا للاعلام من المخدرات. انا مالي يا استاذ احمد؟ اتجاه تاني خالص، ما قالوش بيدوروا على الطفله، وداخلين بقى يرصدوا بلد مخدرات حشيش، الكلام اللي هم قالوه في التقرير ده. خليك دقيق، انا ما قلتش اي حاجه اهالي كفر الغاب ما قالوهاش، هم اللي بيشتكوا للاعلام. انا مالي اهو، حد بيشرب مخدرات، في تجار مخدرات ماشي، ما زيه زي اي مكان في مصر، زيه زي اي مكان، ويمكن اقل كمان. على مستوى جمهوريه مصر العربيه في كل حاجه، كل قريه، كل منطقه فيها الحلو وفيها الوحش، وتجار المخدرات موجودين في اي مكان في الدوله. يعني في نسبه، حضرتك من القاهره او من هنا او من هنا، مفيش عند حضرتك شارع او منطقه فيها ناس مش كويسه؟ هو احنا زينا زي اي حته فيها الحلو وفيها الوحش. اي بلد على مستوى المحافظه مش ضمانات، ده على مستوى المواصل ليه فيها مخدرات فيها كتير. كفر الغاب دي قريه زي اي قريه في مصر، مظبوط، فيها ناس طبيعيين وجوامع ومحلات ودكاتره وسباكين وكل البشر عاديين، بس فيها فئه جواها. مظبوط، فيها فئه ما نعممش. السنه اللي فاتت طبعا احنا كتبنا، انا بنفسي قلت التعميم مرفوض حتى ضد الغجر نفسهم. هل الغجر نفسهم كلهم معروف عنهم كده؟ اكيد لا. لا لا، معروف عنهم كده ايا كان هم مين، برضو التعميم مرفوض. انا اللي بقول لحضرتك الغجر اللي عندي، الغجر اللي عندنا في كفر الغاب هو شارع بس. السنه اللي فاتت في شباب في كفر الغاب، كل الجرايد والتلفزيونات اتكلمت عنهم، عملوا جرافيتي عالمي. يا استاذ يوسف كلام حضرتك فوق راسي من فوق، وعلشان وقتنا ووقتك غالي، احنا كفر الغاب بشبابها وشعبها كلهم فوق راسنا، مش دول المقصودين خالص. كفر الغاب فيها فئه مش كلها مشهور عنهم انهم بيشتغلوا بالتسول والمخدرات وبتاع، ده مشهور عنهم، لكن في حاجه ثبت اثبات؟ لا، ده بس اللي بيتقال. لكن كفر الغاب احنا ملناش علاقه بيها، ده مجرد مكان احنا بنحترمه وبنتحترم ناسه، مفيش اي مشكله.